مدينتي سن 19 عام، كندرس في كلية الحقوق وجدة. أنا مدينة جرسيف، عندي السداسي الثاني في كلية القانون. صراحة الأجواء دارت مزيانة، الامتحانات كانوا في المتناول، كانت الوقاية بشدة، وكان بغي نتكلم على أنه باش أنهم قربوا لنا مراكز الامتحان، كانت هذا الشيء مزيان وسهلت علينا بزاف ديال الحوايج، وكان شكرهم وكان شكر جميع الطاقم وأساتذة اللي حرصنا. صباح الخير، يعني احنا كنتواجدوا الآن في مركز جرسيف الامتحانات، وكما تعلمون هذا سنة استثنائية، يعني الجامعة انتقلت المراكز فين كيتواجدوا الطلبة، وحنايا كطاقم بيداغوجي تابع لكلية الحقوق بوجدة، يعني جينا المركز ديال كرسيف، والذي يعتبر يعني من أكبر المراكز، يعني لأن في حوالي 1600 طالب. بطبيعة الحال يعني هاد العملية يعني كان خاصها مجموعة ديال الأطراف اللي تدخلوا باش تنجح العملية. وهنا من هذا المنبر كنحيي اولا الاساتذه التابعين للمؤسسه التعليميه ديال جرسيف، والنيابه العامه، يعني الطاقم الاداري اللي فعلا يعني بفضلهم هاد التجربه كنقولوا واخا مازال باقي لنا واحد 3 ايام ناجحه بفضلهم. بطبيعه الحال يعني كاين مجموعه متدخلين، من بينهم يعني الهلال الاحمر اللي كي يعني يشتغل على اساس السلامه ديال الطلبه اللي كيدخلوا، باعتبار انه كيقوم بواحد مجموعه عمليات احترازيه، يعني اخذ حراره الطالب، يعني التعقيم، توزيع الكمامات. فمن هذا المنبر كما قلت كنحيوا هاد جميع المتدخلين في عمليه الامتحانات اللي كتمر في اجواء عاديه، لان كان عندنا تخوف باعتبار ان المركز ديال جرسيف كما قلت يعني مركز كبير فيها 1600 طالب، وباعتبار اننا يعني كنشتغلوا في واحد مؤسسات تعليميه، بمعنى اننا عندنا 29 قاعه، كان ضروري اننا نغطيوها من حيث الاساتذه اللي غادي يقوموا بعمليه الحراسه، وهي عمليه ماشي سهله. بطبيعه الحال الاساتذه اللي التجئنا لهم هما يعني كما قلت تابعين المؤسسه التعليميه ديال جرسيف، يعني متمرسين، يعني عملهم كيقوموا به بسلاسه. ف يعني باسم جامعه محمد الاول كنحيي كاع هاد الناس وكنشكرهم، وانا ممتن لهم يعني هاد العمليه، وشكرا حتى لهذا المنبر الاعلامي اللي جاء باش يغطي هاد العمليه. انا طالبه الحقوق من جامعه محمد الاول وجده، جينا ندوزو هنايا في المراكز القرب اللي داروا هنا في المدينه ديالنا. فباش دخلنا المؤسسه كانت مجموعه طبيه اللي كانت متكلفه لنا بالتعقيم واننا نلبسوا لي بافيت ديالنا، ومني دخلنا كانت الاجواء ديال الامتحانات في المستوى، كانوا حتى الاسئله والامتحانات حتى هي كانت متناول الطلبه كاملين. وبالنسبه لهاد المراكز القرب هي فكره زوينه، حيتاش بزاف الناس ما يمكن لهمش انهم يمشيو يدوزوا في وجده بحكم انهم بعاد ساكنين بعاد على الاخر، وحتى الحي الجامعي حتى هو ساد في الظروف اللي كانت تعيشها بلادنا وهذه الجائحه ديال كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي بلال الوافي، كنقرا في كليه العلوم القانونيه الاجتماعيه والاقتصاديه بمركز وجده، ولكن مع هاد الظرفيه هذه ديال الوباء قربوا لنا المراكز وغادي ندوزو هنا في مدينه جرسيف، واحسن حاجه داروها هي هذه. اما داكشي ديال التباعد والاحترازات وداكشي راه داروا معنا، وكاين التباعد، الغش بعدا ما كاينش شويه، فهمت، كيتسهلوا شويه، ولكن باش المهم ما كاينش بزاف ديال الغش، والتباعد كاين والكمامات كاينين ضروري، هادشي اللي كاين. المهم الظرفيه هي هذيك، والامتحانات هما هذوك، التعقيم هو هذا.